السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الحلوه اللي ساهله، مقادير ديالها موجودين في الدار. غادي نبداو ان شاء الله بالمقادير. فيها جوج بيضات، كاس ديال الزيت، كاس معمر ديال السنيده، شويه ديال الملحه يعني قبصه، شويه ديال الشوكولات فيغميسيل تقريبا معلقه كبيره، وغادي نحتاجو فاني وخميره ديال الحلوه ودقيق على حسب الخليط. بالنسبه للعجينه ديالي انا غادي نقول لكم شحال دات لي ديال الدقيق، راه عبرت لكم بالكيسان. ان شاء الله غادي نبداو بالبيض. غادي نحطوا البيض وسنيده. بالنسبه للسنيده اللي ما عندوش مع الحلاوه بزاف غادي يدير غير نص كاس، انا درت كاس قل شويه يعني ما عامرش. غادي نديروا ليه قبصه ديال الملحه وواحد الفاني، وغادي نخلطوا هاد المقادير هادو مزيان حتى نحسوا بسنيده دابت لينا. وغادي نزيدوا ليها الزيت. بالنسبه للزيت غادي نخلطوها حتى هي مزيان حتى تكون عندنا بحال شكل ديال كريمه، بحال يولي عندنا الخليط بحال شكل ديال الكريمه، يعني دايبه السنيده ويعني الخليط كتحسي به كريمي. من بعد غادي نزيدوا ليه الخميره ديال الحلوه والدقيق والفيغميسيل، وصافي كتجي يعني حلوه زوينه. بالنسبه للعجين كتحاولوا ما تقصحوش، كيجي العجين يعني رطب هكا باش تجينا العجينه، باش تجينا الحلوه هشيشه. بالنسبه للي بغى يزيد واحد نص كاس ديال النشا كتجي الحلوه هشيشه اكثر. انايا ما كانتش عندي ما درتهاش. وديك الساعه كديروا الدقيق على حسب الخليط. انا درت الدقيق هنايا، درت 3 د الكيسان ونص. نتوما ديك الساعه الا درتو نتا غادي تشوفوا تقدروا ديري لكم غير 3 د الكيسان ديال الدقيق، يعني الدقيق كيبقى على حساب كل دقيق كي داير. نتوما كتشوفوا عينكم ميزانكم، المهم تجي الحلوه رطبه بزاف وما تجيش ثاني قاصحه. هكا اللي الحلوه ديالنا يعني ساهله في المقادير ديالها وفي الطريقه ديالها، كتوجد دغيا وكتجي بنينه. وفي الاخر غادي نزينوها بالشوكولات. بالنسبه للشوكولات على حسب الذوق، وحتى بالنسبه للشكل على حسب الذوق. انا غادي نديرها طويله وغادي نزينها في الشكل بالشوكولات من هنا، من هذا القنت ومن هذا القنت. صافي وبالصحه والراحه، يعني الحلوه سهله ما فيهاش مقادير كثار وكتجي بنينه. ودابا نخليكم مع التتمه ديال الفيديو. والسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.